بسم الله. بنجيب طاسة كبيرة وبننزل أول شي الرز المنقوع، وبعدين بننزل الخضرة، بندورة مفرومة ناعمة، بقدونس ونعناع، البصل، فلفل أخضر، ثوم مهروس، دبس رمان، دبس فليفلة ودبس بندورة، عصير الليمون وزيت الزيتون. هلا بنضيف مجموعة بهارات مثل الكزبرة والنعناع، ملح، قرفة والسماق، وآخر شي وأهم شي ملعقة بن. هلا بنخلط كتير منيح، وهلا بنحطهم على جنب. بننظف الطاولة كتير منيح، وبعدها بنوزع ورق العنب. ناخد الحشوة وبننزلها، بنوزعها. أول شي بنشدها من هون، نسحبها كمان يمين يسار، بنلف، وهيك بتكون جاهزة. وزعت بالطنجرة شوية بطاطا، وهلا بننزل اليالانجي، بننزل المرق اللي ضل من الحشوة، وآخر شي بننزل عليها مي سخنة. نضغطها بهالشكل وبنحطها على النار، ضلت ساعة ونص على النار، بعدين خليتها تبرد تماما. نجي لأحلى لقطة.